سلامات شباب واهلا وسهلا فيكم في مقطع جديد من لعبة ماستر دول وتحدي الدرافت الجزء الثالث ضد ابو كلبش. كيف حالك اخي؟ شو الاخبار؟ الله يخليك، الحمد لله. اخبارك انت؟ تمام الحمد لله. جاهز ان شاء الله لمقطع اليوم؟ انا مفروض اسألك جاهز؟ هذه المرة يا شباب، كل مرة في التعليقات تحكوا متى تحدي الدرافت، متى الانتقام، هذا هو اخيرا وصلنا. شرح بسيط المتابعين اللي ما حضروا اخر جزئين، بكل بساطه عندنا 3000 جوهره بقيمه 1000، راح نفتح ماستر باك وراح يطلع منها سيكريت باكس. من السيكريت باكس اللي بيطلعوا راح نحطهم في روليت او العجله بنلفهم، والباك اللي بتطلع نفتح منها بقيمه 2000، ومن هال 2000 بنسوي تشكيلتنا. بتقدر تستعمل كل البطاقات الموجوده في الحساب، يعني تقدر تستعمل بطاقات من اخر فيديوهين، بس لازم التشكيلة تكون على الاقل فيها 20 بطاقة من الباك الجديدة عشان نضمن ان تكون اغلبها يعني تشكيلة جديدة. بكل بساطة هسا كل واحد فينا رح يعمل ميوت. متحمس اليوم. كل واحد فينا رح يعمل ميوت، نروح نسوي يلا. شغلنا عجب، مرة تخلص بس ارسل رسالة. تمام يلا حلو. يلا بسم الله. اوكي، من الماستر باك بنفتح 10 بقيمة 1000. بسم الله، اعطيني اشياء منيحة، اشياء منيحة. في عنا اربعة سوبر الترير. اوكي تسوي سكيب. بسم الله. اوه اجتني دارك هول برو، هاي ستيبل ممتاز، وطلع بس 5 سيكريت باكس. عن جد ما اظن بعرف اي واحدة فيهم. نروح على الشوب. وين الماستر باك؟ ماستر باك نفتح بألف جيمز. بسم الله بسم الله. قلب الورق قلب الورق. تخيل ولا يو ار، تخيل ولا يو ار يطلع لي. والله مايوفو ستندم يا مايوفو. زين ايش طلع لي؟ كم سيكريت؟ 8 9 10 في البنك. اوكي شباب، هاي حطينا 5 على عجلة وبنقول بسم الله، اعطيني اقوى اشي بينهم. ما بعرف مين بس اقوى اشي. او برو طلع لي نيو سبيس، طلع لي نيو سبيس. وات، اتوقع يعني انه نيوس، بس هل بعرف هاي التشكيلة؟ تشكيلة فيوجن. اوكي اوكي. شوف الهاربي مش كثيرين، مش كثير الهاربي. ممكن الالبيون هذا الاي بي اس ان شاء الله يجي بطريقة. ليتس جو خلينا نسوي الروليت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خلينا نغمض عيني. خلص ولا لسه؟ لا لسه، بيطلع صوت لما يخلص. يا الله جلوري just to suffer. يا الله، هذا الباك، هذا يعني هذا المجموعه هذه محتاج هاي ومحتاج هاي. اوكي نفتح اول 1000 من هاي التشكيله. بسم الله، اعطيني الترا وسوبر. الترا وسوبر، في عندنا 2 الترا. نايس، ونسوي سكيب. برو طلع لي اتوقع اهم بطاقتين، ايترنال هيرو والوحش الفيوجن. هذا اظن مستحيل اقدر اجيبه بالمناسبه، بس مش طلع لي برضه البلو ايس كياس. اتخيل لو يطلع لي بطاقاته، يا الله. انا ما فكرت في الموضوع، بس مش هاي التشكيله بتحتاج نيوس البطاقه الاصليه فيها عشان تشتغل؟ اذا ما طلع لي كيف ممكن افوز؟ بسم الله، بحظ المطفرين بحظ المطفرين. نفتح يلا. بسم الله بسم الله. يلا 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 يلا, يلا, يلا. لوري اولوينج. ايش طلع لي؟ ايش طلع لي؟ ايش هاد؟ ايش هاد يا حدي؟ ايش هاد يا مدير؟ لا جد والله ايش هاد؟ اوكي بسم الله، الالف الثانية، اعطيني بطاقات اساسية، بحتاج الاساسيات. برو 4 الترا، 4 اكيد واحدة منهم نيوس. بسم الله. اجتني هاي تسمح لي اسيطر على وحش عند خصمي، بس ما اجاني وحش نيوس الاصلي، اجاني هذا مش مفيد. يلا بحظ بحظ اي واحد حيحط لايك على المقطع، اي واحد حيحط لايك على المقطع. لايك لايك. حلو طلع لي نسخه من هذا، ممتاز يعني، بس لازم ندعي انه يطلع. اوكي هذا ممكن. انزين خلينا نروح نسوي المجموعه مع بعض يا مدير. اوكي خلونا نحاول نسوي تشكيله من البطاقات اللي طلعت. برو حرفيا كلهم بدهم نيوس وهو مش موجود عندي، شو اسوي؟ ها
خلاص انا اعتقد انه انا جاهز خلاص. شت، هذه اسوأ تشكيلة سويتها في حياتي. ما اكذبش عليك، اظن هذه اسوأ تشكيلة سويتها في حياتي. اسوأ من تشكيلتي ما اعتقد، ما اعتقد. هسا ندخل جيم وبتشوف تشكيلتي وبحكي لك قصدي. اوكي انا ببلش اول، وهاي السحبة. اوكي انا طلع لي كرتين، كرت بجيب كرت، طلع لي الكرت اللي بنجاب مش اللي بيجيب. كرت مقلوب وباص. يلا قلب الورق الحين لازم يشتغل، لازم لازم لازم. يلا تفضل. لحظة، ها؟ شو تشكيلتك؟ تخبيص. وات؟ والله هاربيز في تشكيلة لها؟ هي هو الباكر طلع لي. ممكن ممكن ممكن. اوكي عنده وحوش اكسيز. تقدر تهجم علي مباشرة؟ يب. وات؟ وهي 3000. شو هذا الغش؟ وهسه في عنده كمان 3000. بس خلص يلا ليتس جو. بقدرش، اقصى شيء بقدر اعمله. بقدرش اهجم عليه. كمان كرت مقلوب. حلو. وبان هيدوري. هاي شوف، هاي اخر هجمه ب 3500 و السياره ليتس جو. اوكي 1500. نايس نايس. على الاقل هسه بقدر يهجم مباشره. يمكن نحطك انت وبنهي دوري. اوكي دي 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 تقدر تفوز؟ يب. وات؟ كيف؟ يب انا الحين بوريك كيف. شوف نعمل هيك. اوكي ممكن ندمر هذا، ما في مشكله، ندمره نفسه. اوكي عندي بنسوي هيك. لحسن الحظ طلع لي نسختين من الكرت. بالله عليك. يبي شغل قصيته. دي 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 الكرت انقذني، والله الكرت انقذني. حرفيا دي دي. حرف ما هجمش على، بعرفش شو تشكيلتي لحد اللحظه. دي 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 دي. خليني اوكي، خليني اسوي الكرت اللي بقدر اسويه. يلا تمام. مش عارف المشكله ايش، شو ممكن يفيد في هالحاله صراحه. فش لا، بطاقه واحده ممكن تفيد في هالحاله وراح اجيبها. وينك؟ تعال برو بحتاجك. اوكي هلا التشكيله صار في منها امل. الكرت اللي طلع لي وفتح لي باك ال شو اسمه الهاربي، ايش هو؟ شو هو؟ ريشة الهاربي. الريشة بتاعت السبيلز. يب. طب اجاك ستيبل، والله نايس. ممتازة والله. بس الباك نفسه مش حلو. بنسوي هالحركة. نو مونستر. حلو. ايوه. وبنسوي هاي الحركة. الله. ليش طيب؟ الله. بتفهم في الدور اللي بعده. ممكن نعمل هادي هيك. اجتك هاي سمن. يب تنتين في ايدي، تخيل. وهس راح يجوا عليه مباشره. نشغل هاي اليجنت. ها يب 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 يا جماعه، كاد بيسوي كومبو كامل. الو. اوكي سبيشال سمن. طب نسوي زي هيك، نجرب هالكرت هذا حيشتغل ما حيشتغل. اوكي شكرا برو، جاب ثلاث. انزين نعمل هيك. يب. راح يهجم. وات؟ لا بدي اجرب هذا شغال ولا لا. نجرب شغال ولا لا. اوكي ايش هاي؟ كروس بورت. ايش هاي؟ عرفت تشكيلتي اخيرا؟ لا ما عرفته. وين ديسكارد؟ ايش بيعمل هذا اصلا؟ ايش موقعه؟ تخفش بس بسوي شيء. طلع لي النيو سبيس اللي هي نزلت كدعم لتشكيله الهيرو، وانا فيش عندي شيء من تشكيله الهيرو، بس عندي وحوش فيوجن وبطاقات بتسوي فيوجن. حتى نيوس ما كانش معي قبل ما اخسر هسه، وقدرت اسوي له كرافت. مش قادر اسوي شيء.
يعني المجموع ما بتتحرك إشي يمين يسار. بحاول قاعد بحاول شغلت كل قواي العقلية عشان أحاول أسوي إشي. أوكي تعرف يا أجيب هذا. لا 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 يسمى لا يسمى لا طول بالك. أوكي بصير رجع لنا كروت هذا. يسجل خصيته يب جيب هذه. بالله عليك بالله عليك رجعت لي كمان مرة. هذا أقوى إشي بقدر أعمله في الحياة. أوكي فكرت مقلوب ولتس جو. ألو ليه قدرتك تشتغلش؟ ليه قدرتك تشتغلش؟ إيش تغل؟ أوكي هاكي لازم يهجم لازم يهجم. مش 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 هو إشي ثاني. أوكي تعرف راح أسوي هيك أول إشي. أني أكثر إشي مزعج. مست عادي ما في مشكلة. أنا أتوقع هذا المزعج. ولا بيعمل إشي هذا. أوكي نايس هذا حط عشان يصير يصير 40 كرت بس في المجموعة. حلو رائع. انت شو بتسوي بنش؟ عندي هل عندي مشكله؟ فيش عندي حتى برو. اوكي تعرف انزل وحش. حلو خش في الباتل فيز. حي رجال يا هاد ارجعوا يا شباب. يس اوكي ليش طيب ليش 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 بدون هلا المشكله كيف تقدرش تفوز في هذا الدور صح؟ 4700 بتقدر؟ بدون الدبابة لا لا, لا هذا لازم نسوي له دستروي. اوكي بنسوي هيك. يوب 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 يوب. الله الله هذا الكرت اللي انا ما عمري لعبته اصلا. لينك ما عمري لعبته اصلا بس كويس 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 بس ما عليك ركز معي. ليه حطيته طيب؟ نشغل هذا. يوب بنجيب هاها ايوه بدينا. اهجم بس دمر وحشه. تجي سوند اوكي وبس. هذا هذا كل اللي عندي. لا هذا هذا كل اللي عندي. لا هذا هذا كل اللي عندي. يا نقصتك 300. هذا اسهل فوز في الحياه. بالله عليك بس فيش عليه متي. لا ما هو هذا بيجيبه صح. هو لازم يدمر لك وحش. اخ شت. طب لازم يدمر وحش عشان تشتغل قدرته. يب ترى هي السحبه هذه سحبه هالدور هي اللي طلعت لي المونستر. اخ ما هتوقف على صراحه ما كنت في اي امل. توقف على 800 لايف بوينت. عنده ماتيريال واحدة اصلا. بس 800 لايف بوينت وليتس جو. هتشوف السحبة هذه ايش هتسوي. اوكي يلا قلب الورق. قلب الورق. طيب ولا واحد منكم يسوي شيء؟ تعرف قلب الورق اجا بشكل خفيف. لا اجا بشكل خفيف قلب الورق. لا 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 اوكي بس هسه المشكلة. المشكلة انزل. ايوه اهجم عليه وبنهي دوري. تعرف ايش المشكلة الحين؟ شو المشكلة؟ الكروت اللي في ايدي ولا واحد منه فايدة. الحمد لله الحمد لله. لانه كل النون افكت مونسترز في شو اسمه. اوكي اوكي يعني في عندي فرصة في عندي فرصة. في 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 فرصة. ليش هاي شو بدي فيها هاي؟ يا اخي يا اخي اوكي تعرف اهجم نقصه كمان 900. ويت عنده فخ. لا ما في. اللي بعده. يلا انا بستنى بطاقة بالمناسبة اذا اجتني ممكن اسوي كومبو خارق. اوكي ليتس كومبو. هذا كرت دائما بس ما بدي الثاني بدي اخوه بالتروبير الثاني. شو بيسويها؟ ولا بس بيعطيك كاونتر. وشو بيسوي الكاونتر؟ جي 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 ويت. والله جي جي اشتغل خاصيته ما بتشتغل؟ ما بعرف والله لحظة الديسكورد.
هو اذا هو هجم if this card battles ما بتستل اوكي مضطر استعملها اذا سويتشرو ايش ايش if you control the same number of monsters as well switch control of all those monsters اوكي what اخذت وحشي يعني بعدها يب بوحشك يا بهجم على وحشك what جي ايش هذا جي لا ما قصر ما يفضل تلعب جيم تاني لعيون غوالي مجد شو اسوي شو اسوي في هالتشكيلة اجاني اجاني باك دعم لتشكيلة شو اسوي فيه لحظة انا لازم العب كمان عشان لازم العب كمان انا خسرت التحدي بشكل واضح بس لازم العب شوي اشوف اذا هل كان ممكن احسن التشكيلة اشي ثاني خلينا نجرب نسوي كمان جيم بس لعيون الشباب اول اشي نستدعي هذا الاخ عشان ناخذ كمان هيلث لانه الهيلث منيح بعدها بستعمل كونتاكت جيت ايش بيعمل هذا اسوي بانش لوحشين من مقبرتي اوكي بقدر اسوي سبيشل سامن لوحشين من مجموعتي اللي هم هذا وهذا وبعدها بحط هذه اوكي وبنهي دوري هذا هو والله يعني اهجم لي على الكرت المقلوب اهجم لك على الكرت حاضر خلينا نهجم على الكرت المقلوب بدي اجرب خط لا خلينا نهجم على الكرت المقلوب عشان نشوف شو بيسوي يعني جرب خصيته جرب نجرب خلينا نجرب مع بعض يا ها الله راح المقبره سوبر رير هذا اكيد شغل رائع بتسرق وحشك هنا اوكي بس خلاص الله رجع 500 اوكي تم اوكي تعرف شو اكتشفت؟ اول اشي ما راح اعطيك فرحة النصر راح استسلم ثاني اشي اكتشفت انه الموضوع مش موضوع سحبة هاي التشكيلة بكل بساطة سيئة اوكي على كل هيك شباب وصلنا هذا المقطع بعرف مش اكثر مقطع تنافسي بجوز بس ان شاء الله المقاطع الجاية او التحديات الجاية راح يكون اخيرا في انتقام انا متأكد المقطع الجاي شباب هو يعيد الانتقام ما عليك هو المقطع الجاي انا متأكد فشكرا لكم بس الحظ يعني حد بيطلع له نيوس حد بيطلع له نيوس بالله عليك اوكي فا اذا عجبكم المقطع لايك سبسكرايب تقدروا تروحوا تشوفوا قناة ابو كلبش راح تكون في الديسكريبشن بنزل مقاطع تقريبا كل يوم تشكيلات مختلفة فروحوا شيكوا عليها وبشوف كلكم في المقاطع والتحديات الجاية وبس سلام عليكم.